أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق. اليوم استعاد المتظاهرون السيطرة على ساحة الخلاني وجسر السنك من جديد، وتزامن هذا الأمر مع تفجير عبوة صوتية سادفت المتظاهرين في ساحة التحرير، ما عده مراقبون أسلوبا جديدا تمارسه الحكومة والميليشيات يهدف إلى قمع الثورة. نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الناشط المدني الاستاذ بهجة كردي، حياك الله. حياك الله سيدي. حياك الله. وايضا ستنضم الينا لاحقا الناشطه في التظاهرات الاستاذه ناهده احمد، كما سينضم الينا ايضا عبر الهاتف من بغداد الناشط حافظ الحديثي بانتظار قدومهم الينا ان شاء الله. بدأ المتظاهرون بالاعتصام في مبنى مرآة بجسر السنك في جانب الرصافة من بغداد، وأطلقوا عليه اسم جبل الشهداء وسط هتافات أكدوا فيها مواصلة تظاهراتهم المطالبة بإسقاط النظام. الاحتفالات الآن فوق جسر السنك، احتفالات الشباب. أخذوا الجسر كله. أيضا مشاهدينا، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة واللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن القوات الأمنية لا تستخدم لتفريق المتظاهرين سوى قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أن المتظاهرين وبعد استعادتهم السيطرة على ساحة خلاني عثروا على ظروف للرصاص الفارغ الذي يؤكد استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي. هذا الرصاص الحي اليوم كله مساحة الخلاني، هذا كله مساحة الخلاني، هذا كله حي. يقول نضرب خلب، الكل يعرف الخلب شلون شكلها يصير، هذا كله M16 و M4 وهذا مال كلاشينكوف. وهاي ساحة الخلاني يوم السبت. أرحب بك من جديد أستاذ بهجة في استوديو الرافدين أو في الاستوديو لتغطية الثورة. أهلا بك. حياك الله يا سيدي. كيف تعال؟ دقيقة خلي أحيي تاج راسي اخواني. تفضل. اللي رفعوا رؤوسنا عاليا، اللي الحقيقه انا انحني لهم. نعم. المنتفضين تاج راسي، بيضتوا وجوهنا. نعم. الرحمه على شهدائنا والشفاء العادل لجرحانا، واللهم ربي يحفظكم ويحرسكم، انتم امل العراق اليوم الوحيد ومرجعيتنا. نعم. تفضل. كيف تعلق على يعني ما يحصل الان في بغداد تحديدا؟ يعني نحن الآن في الأسبوع الرابع من التاريخ 25 من تشرين، لكن اليوم المتظاهرون سيطروا من جديد على ساحة خلاني وجعلوا من مرآة بالسنك جبلا يعني مرادفا لجبل أحد وسمي بجبل الشهداء، كيف تعلق على هذا الأمر؟ أنا أحييهم. شوف أخي أستاذ نفل، الموضوع صراع من أجل البقاء. نعم. بهذا المعنى. كيف؟ الحكومة تريد تحصر التظاهرات في ساحة معينة في المدن إلى أن يتعبون. نعم. غير الترغيب والترهيب، ويوميا نخطف واحد، يوميا نجيب واحد، بهالطريقة يقول لك هذه الاستراتيجية ممكن خلال شهر يتعبون الولد ويبطلون. نعم. أن تحصر التظاهرات في ساحة معينة فعلاً عملية متعبة، ولهذا شوف الشباب يريدون يطلعون للسنك، يريدون يصلون إلى يغلقون الجسور، بحيث يعني الحكومة منين خايفة؟ المتظاهر غير مسلح. لا. واضح وضوح الشمس بطرق التيشيرت، وبعضهم حتى بدون تيشيرت. لا. ليش حاطة هالأسوار على الجسور وتحاول أن تمنع؟ قابل عندهم RPGات لو عندهم سلاح، لكن يعرفون أنه صمودهم التفاف الشعب أهل المدينة إذا التفوا تضامنوا يعني ساندوا إخوانهم. لا.
هؤلاء سيدخلون المنطقة الخضراء رغم أنوف كل هذه الإماعات اللي موجودة في المنطقة الخضراء. نعم. أبداً. القرار واضح، ولهذا لما يأخذون منطقة استراتيجية كهذه البناية اللي عسنك هذه تحميهم من وجود قناصين فوق، ما تخلي يعني تنطي مجال أنه الاستراتيجية مال التظاهرات تتوسع، وأنه نحمي أبنائنا المتظاهرين العراة اللي الحقيقة سلميين بكل معنى الكلمة، فهي استراتيجية للبقاء والاستمرار، وأنه الحكومة ما عندها مشكلة اطلع الظاهر. أنت تشوف أغلب القادة الفاشلين اللي موجودين في الإعلام من يطلع يقول التظاهرات حق مشروع، وحتى المرجعية تقول التظاهر حق مشروع ولكن للبالغ الكامل، يعني ما يشمل الشباب والأطفال والمدارس والطالبات و لأن هذا يزيد من زخم المتظاهرين. لما المتظاهر يشوف يومية تزداد العوائل، وفعلاً ده تزداد، وفعلاً اللي ده يدعموهم ده يزدادون في شوارع المدن وفي كل المحافظات العراقية المنتفضة. طيب. هذا حقيقة يزعج الحكومة ويزعج أسيادها، ومن هنا تشوف تفجيرات داخل الساحات. هذه استراتيجية جديدة، إلا نخليكم ما تفرحون بحتى انتصار فريقنا على الفريق الإيراني، يعني هذه كلها ردود متعمدة من أجل أنه يضعفون حال المنتفض داخل على أنه أكو تفجيرات، وهذه الاستراتيجية مع الحكومة. لكن ثوارنا أقرأ عندهم عبقرية عجيبة للنصر. انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط حافظ الحديثي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ. أهلا وسهلا بك أستاذ بقناة الرافدين ومشاهديكم الكرام. حياك الله أستاذ حافظ. اليوم المتظاهرون وصلوا إلى أو استعادوا السيطرة من جديد على ساحة الخلاني، فوجدوا فوارغ الرصاص الحي للقوات الحكومية التي كانت تقوم باستهدافهم بشكل مباشر، رغم ادعاء الحكومة عدم استخدامها أي إطلاق حي أو أي رصاص حي باتجاههم. يعني هذا الأمر ألا ينفي قصة الطرف الثالث الذي تتحدث عنه الحكومة؟ نعم، مساء أمس انسحبت القوات الأمنية من ساحة الخلاني، وأبناء الثوار يعني ثورة العراق، هاي نعتبر ثورة العراق الكبرى في العصر الحديث، سيطروا على هاي الساحة وسيطروا على قسم جسر السنك من بداية الخلاني. واليوم إن شاء الله يعني الحمد لله اليوم لحد الآن الوضع هادئ، خلافا ليوم أمس فكان دمويا حيث تم تفجير في ساحة التحرير والذي راح ضحيته شهيد وبحدود 15 جريح، وهذا تطور خطير في تأمين سلامة المتظاهرين وتثبت وجود طرف ثالث يزعزع الأمن وينشر الفوضى، وهذا أمر يخالف القانون والعهود الدولية لحقوق الإنسان. فإحنا بصراحة يعني لو نشوف يعني ونلاحظ من الشرطة والمتواجدين مع المتظاهرين حتى أسلحة ما يحملون، لكن أكو طرف ثالث، وفعلا أكو طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث المستفيد الوحيد من الحكومة الحالية والوضع الحالي، ولا يرضى بأي تغيير لأن تنضرب مصالحهم. من هو؟ هل لديكم يعني نعم الطرف الثالث هو بعض الأحزاب الممولة من الخارج، واللي يعني تقوم وتأتمر بهذه أوامر خارجية. لكن أستاذ حافظ، الأحزاب السياسية المتواجدة الآن في العراق أو على رأس العملية السياسية كما يسموها هم الطرف الثاني الذي تقاومه أو تقاوم هذه الثورة، يعني الثورة قامت على الأحزاب وعلى الفساد وعلى النظام، فهل يعقل أن الطرف الثاني يصبح طرفا ثالثا؟ نعم نعم، عندما تنظر مصلحة الطرف الآخر يصبح طرف ثالث، ويصبح الطرف الثالث بمعاونة وتشجيع من دول إقليمية، لأن هذه الدولة الإقليمية لا يعني يعني حتى لو أصبح العراق بحر من الدماء لا تستطيع أن تتخلي عنه بهذه السهولة. وهذه الثورة ثورة الشعب، والشعب يعني جاي نشوف شباب مندفعين بقوة وبروح وطنية
ومتحدين الموت على الحياه في سبيل انجاح الثوره. استاذ حافظ، يعني اذا سمحت لي، اليوم المتظاهرون في السنك بعد ان استعادوا السيطره مره اخرى على الساحه، دخلوا الى مرأب السنك وقاموا يعني باعلان هذا المرأب جبلا جديدا للثوره، سمي بجبل الشهداء. ما اهميه هذه البنايه وما اهميه يعني ان تكون مركزا للثوار في المنطقه؟ طبعا مثل ما جبل احد اللي سميه جبل احد في مطعم التركي، اكو هذا جراج مخصص للسيارات في بدايه جسر السنك، فهو مرتفع عالي، فمن خلالها دخل الثوار الى هذا المبنى وراح يسيطرون على المنطقه وعلى الخلاني، ويعني عندهم ملاحظه قويه في مشاهده القوات الامنيه او الطرف الثالث والحمايه ساحه الخلاني من الطرف الثالث او من يقوم بتقريب المظاهرات، وجعلها هم بصراحة الطرف الثالث تصبح المظاهرات السلمية مظاهرات عسكرية حتى يقضون على هاي الثورة بحجة بأنهم هذول مسلحين وخارجين عن القانون، فجاي يتحارشون بهم بعدة طرق، ولكن مع أصرار أبناء الشعب هذول الثوار الأبطال أفشل الخطة مالهم. نعم استاذ حافظ، ارجو ان تبقى معي في هذه التغطيه. اوجه سؤالي داخل الاستوديو للاستاذ بهجت، يعني نحن قلنا في بدايه التغطيه اننا دخلنا في الاسبوع الرابع من الموجه الثانيه من ثوره تشرين، لكن الثوره تزداد زخما يوما بعد يوم، خصوصا في المحافظات الجنوبيه وفي ساحات تظاهر، اذا ما وضعنا بنصب الاعين الناصريه مثلا او النجف او كربلاء. ما السبب لهذا الازدياد في عدد المتظاهرين حسب رايكم؟ يا سيدي انطيني بس دقيقة راح أرجع لسؤالك، سجلته أرجع للأخ. نعم. الصراع بين طرفين، حق وباطل. هذه الألاعيب اختراعات بعض سياسيي البائسين اللي موجودين في هذه العملية على أكو طرف ثالث حتى يبررون القتل، أنه هم على بعد 200 متر مثل ما قال وزير الدفاع. نعم. البائس انه على بعد 300 متر على البنايات، الناس دا تلزم القناصين ودا تلزم اللي عنده مواسع، المواطن دا يقول لك هذاك قناص. نعم. ما تروحون تلزموه، ماكو طرف ثلاث طرف ثالث. هذه ادعاءات يجب ان تصحح. هذا المعركه بين طرفين فاسدين سراق مزورين مدعومين من امريكا ومن ايران، جاءوا مع الاحتلال وشعب قرر ان يعيد وطنه، يريد وطنه، ماكو طرف ثالث. نعم. هذه الحقيقة، المجموعات اللي تحاول تخترق هذه مجموعات تابعة وتتحرك بقرار من الحكومة ومن الحشد ومن قادة الحشد ومن إيران. يجب أن نميز أخي، هذا الذبح وهذا الاستمرار اللي صار 16 سنة، هذا ليش هاي أول عمليات جرائم وقتل؟ احنا شفناهم هسا الآن، منو دي يفجر؟ معقول المتظاهر يفجر حالة؟ لو أكو واحد جاي حتى يفجر يعني منو؟ يعني قادة في الحشد تتحرك، الفالح الفياض وقيس الخزعلي وكل هاي الشلة مع الحرامية والفاسدين دا يتحركون من أجل أنه يؤذون المتظاهرين. طيب. فإحنا بين معسكرين، يعني الحق وباطل، إحنا معسكرنا على حق، والمفروض من المرجعيات أن تدعم الحق. ماكو قلقة، قلقة بعد ماكو، هذا المصطلح اللي تستخدم المرجعية مو صحيح. سيدنا علي سلام الله عليه وسيدنا الحسين يستعمل كلمة قلق، أكو حق وأكو باطل، عند ما يرى الباطل يسحب سيفه يروح يقف مع الحق. نعم. فلهذا هذه المصطلحات، وهناك استخدامات لقوة مفرطة، وهنا والقلق، وهناك قلق من المرجعية، وأنه تنبه المرجع، هذا ما مقبول اليوم أخي. اليوم 16 سنة، اليوم شعبنا يدفع دم، دم أبناء تقتل. هذه جريمة، هذه ليس استعمال وعنف وقوة مفرطة. يعني هل هذا هو السبب لازدياد الزخم الشعبي في الثورة؟ أبدا أبدا، أنا أقول وكأنه الشعب العراقي يريد يقول للمرجعيات أنتم على باطل، ولهذا دا يزداد عدد المنتفضين والمتظاهرين في كل المحافظات، وهذا يعني الحقيقة رسالة واضحة لأصحاب القرار بالمرجعيات، ادرس الموضوع جيدا. الشعب العراقي بعد ما يقبل، أولاده مظلومين، فقر، جوع، حرمان، كل هذه الموبقات، حشيشة،
هذه منو دخلها؟ هم طرف ثالث؟ لا، هذا مشروع. شلون تبيد شعب؟ شلون تحرق آماله؟ شلون تضيع مستقبله؟ أخي إيران كلها حقد، وهذه المجموعات تعمل لدى إيران. حقد فارسي مجوسي. طيب، عقدة عند أرد أقول أكثر من هذا، إيران غير ممتنة لإسلامها، وأنا مسؤول. إيران غير ممتنة لإسلامها لأنه جاءت على أيدي العرب، ولهذا شوف اللي يصير، هذا الدعم لهذه الميليشيات وهذا القتل. ماكو طرف ثالث. اليوم الصراع بيننا وبين الفرس، هذه معركة تاريخية يوم من أيام العرب الجديدة. طيب أستاذ حافظ، يعني أتوجه بالسؤال إليك، يعني اليوم هنالك شرائح عديدة وكبيرة من المجتمع ومن الشعب العراقي دخلت على خط التظاهرات، أنتم كيف ترون دور النقابات والكوادر الطبية والمهنيين والمعلمين في الثورة؟ نعم، أنا بس أحب أعقب على كلام الضيف. نعم. أنا قلت في كلامي الطرف الثالث هو معروف ومعروف، ولو ذكرت انه هم الاحزاب المستفيده والتابعه لجهات اقليميه، ولكن الحكومه لا تريد ان تقول هذا الكلام فتتهمه بالطرف الثاني. ولكن الشعب العراقي والمتظاهر العراقي وحتى الطفل يعرف هذا الطرف الثالث منه. نعم. فتميه بالطرف الثالث، والطرف الثالث معلوم لدى العراقيين ككل. نعم. ولكن الحكومه لا تجرأ ان تقول من هم هذولا، لذلك يتميه بالطرف الثالث. نعم. نعم، دور النقابات، ونذكر بالأخص دور نقابة المحامين ودور نقابة الأطباء والصيادلة، فكان لهم دور فعال في ساحة التحرير. ولكن مع الأسف وزارة الصحة حتى منعت الفرق الصحية اللي تبرعوا من تلقاء نفسهم المسعفين في ساحة التحرير، أجبرتهم على مغادرة الساحة. ضغط يعني أو إنهاء عقودهم أو يعني تأثيراتهم. لذلك نلاحظ قلة المخيمات اللي تابعة لوزارة الصحة. ولكن بعض المواقف الطيبة خصوصا مثل ما تفضل نقابة المحامين، نقابة الصيدلة، نقابة المعلمين اللي أعلنت الإضرار لمدة أسبوعين، فدورهم فعال في هذه المظاهرة يعني، ولا يذكر. ومع ذلك لا نذكر دور الشيوخ، بعض الشيوخ، ولا كل الشيوخ. نعم. ولكن بعض الشيوخ، اكو بعض الشيوخ اللي مستفيدين من هذا الوضع والمستفيدين بتمويل الاحزاب، هم ضد هذه الثوره، ولكن الاغلبيه الغالبه من الشيوخ وجهاء العشائر هم مع الثوره ومع ابناء الشعب وتصحيح المسيره السياسيه، لانه بعد ماكو بعد يعني هاي مرحله نهائيه، اما الموت او النصر. طيب أستاذ حافظ، يعني السؤال الأهم هنا، لماذا تصر الحكومة أو القوات الأمنية أو الميليشيات على استهداف من يدعم هذه الثورة؟ يعني هنالك استهداف للناشطين، خطف للناشطين، أكثر من ناشط أو ناشطة اختطفوا على يد مجهولين، أيضا هنالك استهداف لكل شيء يقدم الدعم لهؤلاء. بالأمس هنالك عبوة استهدفت سيارة لتوزيع الوقود بشكل مجاني على سائقي التوك توك الذين يسعفون المصابين في ساحات التظاهر، لما هذا الاستهداف للناشطين والداعمين للثورة؟ نعم، لجنة حقوق الإنسان النيابية تنبه الحكومة بخطورة أمر اغتيال وخطف الناشطين، ولكن صباح اليوم سمعنا باغتيال الناشط عدنان رستم أمام منزله في الحرية. هذا الخبر يعني اليوم سمعناه، بانه اغتيال الناشط عدنان رستم امام منزله في الحريه. فلذلك احنا مثل ما تفضلنا وتكلمنا والاخ الضيف تكلم، احنا يعني بالنسبه اكو دوله اقليميه خلينا نسميها بايران، فانه تعتبر العراق هو الحديقه الخلفيه الى ايران. وايران تعتبر العراق قسم او محافظه تابعه لها. فاذا صارت ثوره وانقطعت الاتصالات مع ايران، فيعني تصبح يعني راح يصير قطع الطريق الى دعم الميليشيات في حزب الله والى دعم بشار الاسد في سوريا. لذلك عندهم العراق خط احمر يعني. نعم. خط احمر بالنسبه الى اي تصحيح في هذا المسار، لانه الحكومه والاحزاب المسيطره على الحزب هم تبعيه لهذه الدوله.
الناشط المدني حافظ الحديث، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد في هذه التغطية حول ثورة تشرين. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. وأيضا انضم إلينا الآن عبر الهاتف من القادسية الناشط في التظاهرات هناك الأستاذ محمد علي. حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك ربي يحفظك ويسلمك. حياك الله أستاذ محمد. يعني هل لك أن تضعنا وتضع المشاهدين في صورة التظاهرات الآن بالقادسية؟ نعم، تستمر المظاهرات في مدينة الديوانية لليوم 20 تقريبا، وباقي مطالبنا الشرعية نفسها. أولا الحكومة لحد الآن لم تنتهج نهج سلمي مع المظاهرين، ولم توفر الاحتياجات، لأنه مطالبنا شرعية، ولم للأسف الشديد لم تنتبه إلى ما يريده المتظاهرون. اليوم نعيش في وادي والحكومة في وادي آخر. حتى الإصلاحات، حتى الخطابات التي وجهها عادل عبد المهدي لحد الآن لم تكد بمستوى المسؤولية وبمستوى إرضاء الشارع العراقي. اليوم الشارع العراقي لديه طموح أن يكون إصلاحات في العملية السياسية، في عملية إرضاء المواطن العراقي بما يحتاج من خدمات، وهذه لحد الآن لم تتوفر. أولا مطالبنا الشرعية إرضاء المتقاعدين الذين الطبقة الفقيرة تقريبا 4 ملايين مواطن عراقي متقاعد لحد الآن لم ينالوا شيئا يسيرا. البرلمان العراقي كله في العملية السياسية يستلم راتب 20 مليون أو 30 مليون دينار، والمتقاعد يستلم 10 ملايين فأكثر، وفي كل في السلطة، ولكن هذا المواطن الذي انتخبوه وصعدوا على ظهره على كتفه وذهبوا للعملية السياسية لم يعطوه شيء في هذه الحكومة. ثانيا اليوم المشاريع التي عملت في المحافظة الديوانية وكل محافظات العراق، ما هذا الغلاء في هذه المشاريع؟ أولا عندما تأتي إلى مدرسة يكون ترميمها أو بناها يكلف 250 مليون دينار، بينما تذهب إلى العقود في محافظة الديوانية وكل محافظات العراق يكلف هذا البناء 1.4 مليار مليون دينار. يعني هذا المواطن العراقي اليوم نعيش تحت يعيش أبنائنا ناسنا تحت الجسور وفي الطرقات وفي بيوت من التنك، وأنتم تذهبون إلى سرقة المال العام إلى دول الجوار والكل في أجازات. طيب. وحتى أعضاء البرلمان الذين انتخبناهم يمثلون في البرلمان العراقي أغلبهم لا يدامون في البرلمان العراقي. ثلاثة، اليوم الخدمات في الشارع العراقي طيلة 16 عاما لم نرى شيء، لم ترى النور، لا جسور ولا بنايات ولا مشاريع، الكل الغالبية نعم. وهمية نعم. يعني ما هذا بحق المواطن العراقي؟ اليوم هذه الانتفاضة انتفاضة شارع، انتفاضة المواطن، انتفاضة مواطن عراقي من الشمال إلى الجنوب، ونقول لحكومتنا العراقية التي لا تمثلنا اليوم أصبحت. طيب اليوم يعني هنالك زخم شعبي كبير في محافظات الجنوب يعني رفض الثورة بالمتظاهرين، ما سر هذا الزخم رغم القمع الحكومي الوحشي الدموي تجاههم؟ هذا الزخم اليوم المتزايد نتيجة الظلم، كلما كثر الظلم على المواطن العراقي وكثر الإجحاف بحق المواطن العراقي ستجد الثورة تستمر، والشارع يكثر اليوم ازدياداً في المظاهرات. اليوم الكل تنتهج، رجال، نساء، أطفال، وحتى الإغراب في الدوام الرسمي اليوم أصبح اليوم دوام رسمي لا يوجد في محافظات الوسط والجنوب، لأنه جزعنا مللنا من كل الشعارات والخطابات التي انتهجها السياسيون، سواء كان السياسيون الشيعة أو السنة، السياسيون العراقيون. نحن اليوم نتكلم كعراق موحد واحد. اليوم هذه المظاهرات وحدت شعبنا العراقي، وكل نفس الظلم. حكومتنا العراقية اليوم عادلة بظلمها في مناطق الموصل ونينوى وتكريت والديوانية والبصرة، عادلة بهذا الظلم، عادلة بالإجحاف، عادلة بكل شيء. معاملات التقاعد اليوم عندما تراجع على معاملة تحصل على الويل والثغور والتعب والمعاناة والمجازفات في كل دوائر الحكومة. لم نجد شيئا يخدم المواطن العراقي، ولم يقدمون لشيء للمواطن العراقي حتى يقدر أن يسكت. اليوم كل هذه الثورة ستستمر إلى أن إسقاط الرئاسات الثلاثة، الكل مشمولين بفشل العملية السياسية، رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية كلهم مشاركون، ولا تستثني أحد منهم. حتى البرلمان العراقي اليوم نراه في داخل البرلمان هنالك تصاعد وحدث على أساس إنتاج المشاريع
يعني هذا إقرار المشاريع، أين كنتم عام كامل؟ أين كنتم؟ وهذا 16 عام كامل لن تنتجوا مشروع واحد يخدم المواطن العراقي، يخدم ابن الوسط والجنوب وابن الشمال، ابن يعني لحد الآن للأسف الشديد نحن في وادي والحكومة العراقية في وادي آخر. طيب. وستستمر هذه المظاهرات إن شاء الله. أستاذ محمد، أرجو منك أن تبقى معنا في هذه التغطية. أتوجه بالسؤال الأستاذ بهجة الكردي، يعني الحكومة العراقية تتعنت وتقتل وتقوم بشتى الممارسات الدموية بحق الشعب العراقي، لما هذا التعنت؟ شوف يا سيدي، مشروعهم اللي صار 16 سنة يشتغلون عليه انهز. لأول مرة يشعرون بأنه زلزال بالصدور العارية لهؤلاء الأحرار اللي موجودين من البصرة وانت طالع. هزوا هذا المشروع الإمبراطوري، الحلم الإيراني، تصوروا أنهم بلعوا العراق ودمروا مدن المحافظات الشمالية والغربية. مشروع الآن هذا كله ينهار أمام أعين خامنئي. سيجرعوا السم بسلمية هذه التظاهرات. العراقيين شعب محب للحياة، خالق للقيم وللقانون منذ أن قامت الحياة، فراح يلقنون الفرس مارتن لوث درس لن ينساه كل عميل مدى التاريخ. 1000 سنة قادمة سنضمن مستقبل أطفالنا وعوائلنا بهؤلاء الشباب اللي بالمناسبة أخ أفل هؤلاء طرب بهم الكثير من صوت لهذه الحكومة الفاسدة. هاي مجموعة طيب تعالوا احتلونا. الكثير من هؤلاء اللي اليوم ينتفضون بالشوارع صوتوا إلها هم وأهاليهم وعوائلهم، لكن وصلوا الآن إلى قناعة العراق أهم. كيف نفسر إذن ازدياد الشعارات ضد إيران وضد المشروع الذي بني له وأرادوا له النجاح؟ شوف يا سيدي، عبقرية العراقيين يقرؤون المستقبل. أشون إحنا بالعراق يقول لك يقرأ الممحة، العراقيين قروها تمام الآن. ولهذا من أدعو إخواني بالموصل وبتكريت وبالكركوك وبالرمادي أن نقف، لأنه لا خيار أمامنا. شوف البارحة، خلي بس أتجاوز هاي النقطة، عند عائلة في الطارمية ابنهم اسمه بهاء المشهداني قتل من قبل قوات عسكرية جيش، لأنه كان ده يحتفل خطية ويا ربعة بانتصار المنتخب العراقي. تدري ايش قال لهم القائد العسكري أو ما يسمى مسؤول هاي الفرقة المجموعة؟ قال له ده ننتظر تطلعون حتى نبيتكم، ده ننتظر أخاف تطلعون تظاهرون تدعمون الشباب. حقد وكراهية أخي. الإيرانيين يتصورون أنه عهد بناء الإمبراطورية عاد كسرة من جديد. أقول لا كسرة بعد كسرة. هذه المشاريع سيسحقها أبناء العراق، وهذه الهتافات لو تتابع أي واحد خلي تابع من المشاهدين وأقولها، ليش الهتافات كلها ضد إيران؟ إيران برا برا وبغداد تبقى حرة من 2011. ليش؟ يعرفون المشروع هذا صهيوني فارسي للإنهاء الهوية العراقية. واليوم ده تزداد الهتافات، يطلع إيراني يقول هاي هي، عراقي يقول هاي هي، هاي هي انتهى حكم السرسرية. كان عندهم شعار قشمرتنا المرجعية وانتخبنا السرسرية. طيب. كان عندهم شعار هسه جديد أنا العراقي أنا وانعلبوا سليماني. تعرف ليش؟ يريدون يوصلون رسالة للحشد وللحشد الإيراني. طيب. أنه أخي أفل مهمة هاي العبارة، خلي بس أكملها، أنه لن نسمح لكم أن تحكموا العراق. الآن المشروع ده يريدون إزالة عادل بعد ما يسمى بدواعش وهاي. طيب. يريدون يسيطرون على الحكم. الآن هؤلاء يريدون يقولون صدقني لو أنه الهتافات هذه مو ضد إيران لأزال الحشد عادل وحكومته خلال 12 ساعة وسيطروا على الدولة. أستاذ محمد، يعني أتوجه بالسؤال إليك، وزير الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي خرج يعني كأنه ينقل صورة كمراسل صحفي إلى الصحفيين وإلى الناس، يقول هنالك طرف ثالث هو من يقتل المتظاهرين وأن هذه المقذوفات لم تستوردها أي جهة عراقية ولا نعلم كيف دخلت لا القنبلة ولا البندقية التي تطلق هذه القنبلة. يعني هل من المعقول أن يخرج وزير في دولة ما
تحترم نفسها أن يصرح بهكذا تصريح حسب رأيكم وأنتم في الشارع؟ كيف كانت ردة فعلكم على هذا التصريح؟ يعني للأسف الشديد اليوم لما نسمع وزير برتبة معالي وزير الدفاع يصرح بهذا التصريح، وبنفس الوقت نسمع عادل عبد المهدي يطلب من الخاطفين الذين خطفوا مدير معهد الأمن العالي يطلب منهم أن يعني بمعناته بأنه حكومتنا العراقية وزارة الدفاع بأنه لم تقدم شيء للشعب العراقي وأنها بعيدة كل البعد عن الشارع. إذا كان برتبة وزير دفاع لا يعلم من جاءوا بالمقذوفات إلى داخل الوطن، والمخابرات العراقية قبل فترة كشفت مكان تواجد البغدادي داخل سوريا وأعطت معلومات إلى القوات الأمريكية وقامت بإطلاق الصواريخ من طائرات وقتلت البغدادي. إذن كيف نحن مخترقون اليوم في الشارع العراقي؟ وحتى عملية الاختطاف اليوم اللي نراها في الشارع العراقي اليوم للأسف بأنه وضع اليوم محافظات العراق مثل ما كان هش. الوضع الأمني اليوم عندنا أصبح لدينا هش مثل ما كان في منطقة نينوى والرمادي وتكريت قبل دخول داعش. اليوم أصبحت المنطقة مهيئة على أنه فشل ذريع لدى قطاعاتنا الأمنية وبعيدة عن البعد عن الشارع. وهذا التصريح اليوم المفترض أن لا يبقى وزير الدفاع بمنصبه، لأنه لا إذا كان لا يعلم فمن يتحمل المواطن العراقي البسيط أو الرجل الكاسب أو صاحب الدكان أو صاحب المحل يعلم بدخول المقذوفات؟ وقبل فترة للمعلومات أشاروا على أنه القناص الذي كان يطلق حسب المعلومات الاستخبارية على كان يطلق الرصاص على المتظاهرين كان من الجيش من الرئاسي من الفوج الرئاسي الكردي، وتشير هذه المعلومات على هذا الأساس بأنه يقول ما دخلت العراق إذن دخلت عن طريق كردستان هذه المقذوفات، بإشارة إلى كنحن كناشطين مدنيين نرى بهذه الصورة كأنه دخلت عن طريق كردستان هذه ووصلت إلى بغداد وقاموا بإطلاقها على المواطنين على وجوه المواطنين على رؤوس المواطنين، لأن هذا المقذوفة عندما تصل على رأس أو على الوجه راح يستشهد المواطن العراقي. وعلى ماذا قدمنا الشهداء وجرحى؟ لحد هذا اليوم قدمنا 300 شهيد وتقريبا 15,000 جريح، على ماذا؟ واليوم لحد الآن لم نرى ردود فعل قوية ترضي الشارع العراقي بهذه الحكومة. اليوم كأنه أنا المظاهرات في عالم والحكومة في عالم آخر، حتى خطابات رئيس الوزراء هش بمعنى الكلمة وكأنه يلقي موضوع إنشائي. طيب يعني أستاذ محمد، المتظاهرين أو الثائرين اليوم اتهموا سرايا الخراساني اللي قودها حامد الجزائري هي من قامت بقتل المتظاهرين عن طريق قناصة تابعين لهم بحماية مديرية أمن حشد اللي قودها أبو إيمان البهادلي، كيف تعلقون على هذا الأمر؟ والله أنا هذه المعلومات يعني ما تتورد إلي حتى أكون صادق بالكلمة، لأنه اليوم نحن في الفضائيات وقريبين من بغداد من ساحة التحرير، أغلب اللي موجودين هم من الأفوج الرئاسي الموجودين في المنطقة الخضراء هم الأفوج الرئاسي اليوم اللي جابون المتظاهرين. طب ماذا عن المحافظات الجنوبية؟ من الذي يقتل؟ من الذي يعتقل؟ من الذي يضرب؟ يعني تصريح مدير شرطة البصرة قبل يومين يقول جهة غريبة دخلت وقامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. يعني أنا قبل قليل قلت لك لأن الوضع الأمني هش، ولذلك سيطرت القطاعات الأمنية وحتى بالفترة الأخيرة جردوا القطاعات الأمنية من السلاح. يعني المعلومات اللي حتى أغلب مدراء الشرطة تم فصلهم، يعني محافظة الناصرية استهلكت 4 مدراء شرطة. يعني طيب يعني أستاذ محمد، ماذا عن الناصرية مثلا؟ قوات مكافحة الشغب التي تطلق القنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهر بشكل يعني مباشر وتقوم بقتله باستخدام هذه القنابل التي لم نشهد أن قنبلة غاز قتلت شخصا آخر في العالم سوى في العراق في هذه الثورة، يعني من الذي يقوم بقتل هؤلاء؟ نعم أنا كنت أتمنى من رئيس الوزراء أن يكون جدي مع نفسه ويصارح الشعب العراقي ويتكلم بمصداقية أمام الشعب العراقي ويقول أقدم استقالتي لعدم إمكانيتي على إعطاء إصلاحات الشعب العراقي ولعدم إمكانيتي بمواجهة المتظاهرين، لأنه حدثت عمليات قتل ولحد الآن 300 لدينا شهيد في هذه المظاهرات. نحن اليوم في مشكلة كبيرة في الشعب في محافظات الوسط والجنوب، هذه ممارسة العمليات القتل، يعني ممارسات منتهجة ممارسات
للاسف الشديد قدمنا شهداء على لا شيء، لحد الان لم نستفاد شيء من الحكومه العراقيه. نحن املنا الكبير بالله سبحانه وتعالى وبهذه باستمرار الثوره وتحقيق كل مكاسبنا بازاله الرئاسات الثلاث وبازاله البرلمان العراقي وانتاج حكومه جديده تخدم الشعب العراقي وتخدم المواطن العراقي. الأستاذ محمد علي الناشط في التظاهرات من القادسية، كنت معنا عبر الهاتف في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. أتوجه إليك بالسؤال أستاذ بهجت، يعني الأستاذ حافظ حديثي الناشط المدني من بغداد الذي دخل إلينا في بداية هذه التغطية قال أن القوات الأمنية انسحبت من السنك صباح اليوم، لكن القوات الأمنية التي كانت تتواجد هناك يبدو أنها كانت على علم بهذا الأمر أو تخطط لأمر الانسحاب، بحيث قامت بقتل وإطلاق رصاص بشكل كثيف باتجاه المتظاهرين واستهداف المتظاهرين بشكل مباشر بطريقة بشعة وبطريقة شرسة جدا لقتل أكبر عدد منهم وإصابة أكبر عدد ثم الانسحاب. وأيضا يعني الأمر الذي أثار الغرابة استهداف النصب التذكارية التي تعتبر تذكارا لتاريخ هذا البلد، مثلا نصب الشناشيل الذي احترق، لما هذا الأمر برأيكم؟ شوف يا سيدي، هؤلاء بمشروعهم حاقدين على كل ما هو جميل في العراق، هذا البلد اللي كله فن وقيم وتراث وحضارة وبناء وقوانين، هؤلاء ما يقدرون يبلعوا بسهولة إلا إذا طمسوا الهوية. من تطمس الهوية؟ أنت كردي وأنت عربي وأنت يزيدي وأنت مدري إيش، وتبقى بس القوات اللي موجودة تدعمها إيران وقاسم سليماني، ممكن خلال 15 سنة أخرى يشيعون العراق بطريقة فارسية وليس بطريقة عربية. يعني هذا هو المشروع، أنه يريدون يوصلون للبحر. أقول للأخ الضيف من بغداد، أخي هذه مجموعة لصوص، شنو تناشد عادل عبد المهدي؟ من القادسية كان محمد. نعم من القادسية. نعم يا سيدي أعتذر، من القادسية. أخي هذولا ما يتناشدون، هؤلاء يجب كنسهم كنس. هذولا أثبتوا بالدليل القاطع خلال 15 سنة أنهم مزورين، كذابين، دجالين، فاسدين، قتلة، سراق. أيش تناشد مع هؤلاء اللي جاءوا صار لهم 16 سنة بمشروع إبادة شعب، ومشروعهم تقديم العراق يعني على طبق من ذهب إلى إيران؟ هؤلاء إيرانيي الهوى. كلنا نعرف عادل عبد المهدي، ونعرف عمار الحكيم، ونعرف العامري، ونعرف المالكي، ونعرف كل هؤلاء اللي قاتلوا مع إيران. هؤلاء مشروعهم إبادة، إنهاء هذا الوجود لهذا العراق. ولهذا شوف تاج راسي اليوم كلها تهتف باسم العراق. طيب وانه شعارهم اليوم سنه وشيعه وهذا الوطن منبيعه، ليش؟ لانه عرفوا. طيب اليوم هنالك تغير جديد في الاسلوب الحكومي. نعم. يعني مفخخات، عبوات لاصقه، عبوات ناسفه، هل سنجد هذا السيناريو مره اخرى في العراق؟ وما الهدف من وراءه؟ شوف يا سيدي، هؤلاء لن يتركوا هذا الكنز. تذكر شو اسمها حنان فتلاوي قالت كنز تقاسمناه وكعكة وتقاسمناها. العراق بالنسبة لهذه الإماعات الفاشلة المدعومة واللي استمرت، العراق بالنسبة لهم كنز، كنز خيارات، كنز. اليوم حسابات أكثر حسب يعني ناس داخل البرلمان يقول أكثر من 1,000 مليار دولار تم سرقته من أموال الشعب العراقي. نعم. تعرف أستاذ نفل، 1,000 مليار تبني 3 دول مثل العراق من الصفر، من المترو إلى العمارات، وكل بيت ينطول صاحبه مفتاح. كل مواطن عراقي يأخذ مفتاح 3 دول. هذه المجموعات مشروعها كارثي. الأمريكان ما أتت بهذه الزبالات إلا لإنهاء العراق، وإذا بقدرة قادر ينهض العراق. أخي أفاد، اليوم العراق ينهض بقدرة، هذه معجزة. طيب وإيران مهددة اليوم بالدمار. اليوم إيران تظاهرات، ولأنه الشعب الإيراني شو استفاد من هاي الإمكانيات؟ يعني أنتوا يا حكومة إيران رحتوا دمرتوا العراق، دمرتوا سوريا، دمرتوا اليمن، صرفتوا مليارات، وإذا الآن هؤلاء ينتفضون ضدكم. شوف
شوف صارت العملية عكسية، الآن النظام الإيراني كله مهدد، فكيف بزبالة إيران اللي موجودة بالعراق وبغير مكان؟ السؤال هنا نعود إلى تصريح وزير الدفاع عندما قال أن هنالك طرف ثالث هو الذي يستورد بنادق ويستورد قنابل ويقتل المتظاهرين ليس الحكومة العراقية. يعني كيف يعقل أن يتم تصريح على لسان وزير دفاع، وزير يعني حقيبة سيادية في الدولة، ما يعني لما تبقى الحكومة إن كان هنالك طرف ثالث؟ ما سبب بقائها إن كان هنالك من يحكم بالعراق وهي لا تدري؟ شوف يا سيدي، هذا العراق جيشه من 1920 لليوم قيم وانضباط وبي لجان عسكرية، إذا واحد باق أو أنطيته رشوة صندوق مثل ما صار ويا قائد عمليات البصرة صندوق ويسكي دخل سجن ودخل معتقل وتهمة تعتبر، فكيف يجي وزير يقول أنه إحنا لم نستورد هذه الأسلحة وأنه هذه الأسلحة غير مرخصة في العراق؟ زين تعالوا، من الذي أدخلها؟ هذا المفروض مباشرة لو أكو قضاء عادل وقضاء عراقي بنفس اليوم استجواب هو والحكومة البرلمانيين، بس البرلمان تعيس وتافه، وإلا لو أكو برلمان وبمعارضة هذه تسقط أي حكومة، وزير ما يعرف منين دخل السلاح. زين ما عرفته منين دخل، لأن الحشد هو اللي مسيطر على الجيش، هذا إمعة، أنا أقولها بصراحة، هذا الشمري إمعة لا يحل ولا يربط. الوزارات تنباع وتشترى ويعرفوها الأحزاب الشيعية، انطي هاي الوزارة لأن تدري هي محاصصة، هذه الوزارة للسني وهذه الوزارة للشيعي ورئيس الجمهورية مدري إيش، وهذه المهزلة اللي صار لنا 15 سنة. شوفوا لبنان ما نجحت، صار لهم 40 سنة الغرب يشتغل عليها، جابوها الأمريكان للعراق، شوفوا 15 سنة العراقيين كشفوها، لن تستمر لن تستمر أخي. هذه المجموعات البائسة مستعدة تتمسك بالذي حققته، وتعرف أنت من يصير أنت عندك مليارات وعندك نفوذ وعندك إيران وراك، تريد بأي طريقة أن تستمر؟ إيران تستغل هذه الإماعات، تستغلهم، وأنا عندي إحساس سترفضهم إذا هسه مو الشلامجة أغلقت وال المنافذ الحدودية، المنافذ الحدودية صدقني هؤلاء حتى إيران ما تسمح لهم يدخلوا أراضيها. طيب يعني الميليشيات في العراق ايضا هي التي تقوم بقتل وارهاب الناشطين، واخرهم الناشط عدنان رستم في الحريه ببغداد، كيف سينعكس هذا الامر على الواقع الميداني في العراق؟ سيزداد تمسك المتظاهرين. شوف اخي افل، يعني احنا نعرف كل هذه، تذكر ما يسمى بالتفجيرات الجمعه والاربعاء الدامي والاربعاء الدامي، نعم قدمنا بها على 300 وعلى 500 وعلى 400 وحرقوا مدننا وبحجة داعش حرقوا 7-5 محافظات. هؤلاء يا سيدي مشروعهم الآن انكشف. شوف أبنائنا في الوسط والجنوب اليوم هذا التلاحم شيعة وسنة، هذا الوطن منبعة، هذه رسائل أنه هذا العراق راح نطلع من بين سنونكم يا الفرس ويا الصهاينة ويا الأمريكان، وهذا المشروع الآن أصبح واضح، لا خيار أمام الشعب العراقي إلا أن ينتفض في كل شوارع العراق من زاخو إلى البصرة كرامة. شعب يدور على كرامة، هؤلاء لم يخلوا كرامة. أنت تابع خلال هاي 15 سنة شلون ديبيدون هذا الشعب، أمراض، أوبئة، تخلف، سرقة، حشيشة، موبقات، أضاعت المنظومة الأخلاقية حسب المرجعية قبل 4-5 أشهر في شهر الثالث. هذه كيف تحدث؟ تحدث لما يكون هناك نظام فاسد عفن أتى به المحتل، والآن العراقيين يريدون يقفزون على هذا وينهون هذه النكبة اللي جاءت بها أمريكا واللي أعطتها لإيران الحاقدة على العراق من أجل أن تنهيه. طيب يا سيدي بدقيقة أخيرة، إلى أين تتجه الثورة حسب رأيك؟ سننتصر، ستنتصر هذه الثورة رغم أنوف خامنئي وحكومته وطهران وقم وكل من يدعم هذه المجموعات البائسة، هذه المجموعات اللي صار لها 16 سنة ساكتة على السرقات وعلى النهب. تقدر يا سيدي بقصة قلم صغيرة تطلع فتوى بتحريم استعمالات الغاز الكيميائي هذا اللي يقتل أبنائنا، المرجعية تقدر تطلعها بخمس دقائق وتنصر المظلومين بالشوارع.
لكن لن تفعلها، نحن قلقين ندين نجب. هذا لا يجوز، هاي ممكن كلام لأبو الغيط للجامعة العربية، لكن مو لمرجعية عدها تحريم وتحليل وأكو ظلم. حياك الله يا سيدي. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه التغطية الخاصة حول متابعتنا لثورة تشرين، خصوصا بعد أن أعاد المتظاهرون السيطرة على ساحة الخلاني وجعلهم مرأب السنك جبلا جديدا لهم وسمي بجبل الشهداء، نشكر لكم حسن المتابعة وأشكر ضيوفي في هذه التغطية. كان معنا من القادسية الناشط في التظاهرات الأستاذ محمد علي، وأيضا الشكر موصول للناشط في التظاهرات في العاصمة بغداد حافظ الحديثي، والشكر الجزيل لضيفنا داخل الأستوديو في هذه التغطية الناشط المدني الأستاذ باجد الكردي. شكرا جزيلا لك. تحياتي لكل إخواني المنتفضين، الله يحفظهم. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.